أنا راضي ظلم الدنيا والأقدار بشرط ابتعد من ناس وبلاويها عشت بقلوب ما شفت غير النار وانا هاي المحبة وين ودي هذا مالي نصيب بعالم الأحلام ما خلي الدمع يستنطن بعيني وما أسمح العين كل هدوء تنام وانا مزعل شخص امنيتي يرضي صريح واقعي كل شي لقت خطواتي من نمشي ما احب اللي جاملني ولا اكره بشار دمني انسانيتي واحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهم اخلي خاطر منكسر يبقى بحسرته عزت نفسي لما انتعتب من الكسرته شاي الحب كبير بدافي وما يوم كنت شاي الحب كبير بداخل ما يوم كنت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليل أيام درب الضوء وتخلص محطاتي يخوش إنسان والزينات أحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة تحية طيبة ومعطرة على مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، رب تكونوا بأفضل حال وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من موسم الرابع من برنامجكم الصفح الجميل. مثل ما عودناكم على تنوع القصص والمواضيع، اليوم أكيد اليوم عندنا قصة لكن قصة مختلفة عن باقي القصص اللي أخذنا في برنامج. اليوم معانا بطلة نورتنا بالاستوديو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ الله يسلمك. شخبارك؟ ربي يعزك. الله يرضى عليك. اسمش؟ أنا حوراء سعد. زين. من ديالة. الله يحفظك يحفظ كل أهل ديالة. متزوجة وأم الطفلين. الله يحفظك. اتصلت علي. صح. صح؟ وقلتي إنه عندك شغلتي. صح. صح؟ فاليوم عليك. اليوم أنا والسادة المشاهدين حابين نعرف شنو شغلتي. أنا شفتك على التيك توك صراحة، نعم. حبيت أقدم رسالة شكر واعتذار لزوجي بس بطريقة مختلفة. زين. وحبيت إنه يتفاجأ بها. زين. فحابة. هو سمع درى إن أنت جاية. لا، هو طلع قبلي. زين. حابة أشكره لأن هو واقف وياي. أريد أقول له شكرا لأن أنت بطريقي. شكرا لأن ما تخليت عني. شكرا لان بقيت وياي رغم ما الناس كلها تنمرت علي. شكرا لان سمعتني وسمعتني كلام حلو رغم ما اقرب المقربين الي كان يجرحني بالكلام. شكرا لان خليتني اكون افضل زوجة. شكرا لان خليتني اكون ام. و شكرا لان انت بحياتي وبطريقي. وحابه اعتذر من عنده صراحه، هو كلش راح ينصدم لان ما توقع متخيل انه انا بيوم من الايام راح احكي هذا الكلام. زين. حابه اعتذر من عنده واقول له انا اسفه، خاف بيوم من الايام
طلبت مني شغلة وما قدرت أسويها بسبب الكرسي المتحرك. زين. حيدر حارب الدنيا وتزوجني، وزواجنا صار بظروف كلش صعبة. حابة أعتذر من عنده وأقول له أنا آسفة، لأن فد يوم خاف فد يوم قصرت بحقك أو بحق الأطفال، خاف فد يوم الكرسي أثر علي ولو بنسبة 1%، خاف فد يوم ضوشته أو أذيته أو قهرته. أنا لو بيدي يطلب مني ماي عيون الطهية، لأن حيدر مواقفه وياي يعني مستحيل أتخيل أكو رجل، ولا زغرا بيكم طبعا أكيد كلكم، نعم، يسويها بهذا وقتنا خصوصا. فحابة أشكره وأعتذر من عنده وبطريقة حلوة تفرحة وما تضوجه، ولا هو راح يضوج لأن أنا جاي بدون علمه. زين، بس نشوف ردة فعله. شوفي أنتي أفضل وأحسن وأرقى إنسانة ممكن تمر علينا. الله يسلمك. أنت إنسانة شجاعة فدوة طولك، وإنسانة بطلة، وأم تسلم. أم أركان صح؟ أي. أيوة، نشد الناس أيضا متابعين لكم. الله يسلمك. هذا الكرسي ما أعتبره إعاقة، ترى أحيانا الإعاقة تكون إعاقة عقل. طبعا أنه الإنسان يشوف أنه كامل صحته وقواه العقلية، لكن تصرفات أنه هو تعتبرها إعاقة. أكيد. أما أنت حنين، لا، هذا شيء جدا طبيعي. طبعا. قبل أن يجي حيدا، زين، أنت تحسين انقصر لو أنه أنت انقصر حتى أكون وياك بالموضوع؟ صراحة أي. هو حيدا بعمره بحياتي ما حسسني يعني ولا 1%. زين. ولا أنا أحس، بس شايف مرات الكلام السلبي شلون يأثر عليك. زين. أو يعني الكلام أو التعليق السلبية، أو يعني مو شرط هي تكون من السوشيال ميديا على فكرة، حتى من القريبين، من المجتمع أو البيئة اللي أنت عايش بها، فهي لازم تولد بداخلك. أنت عصبية؟ نقص أني؟ يعني شوية. هو مفاعل يعني؟ يعني من أقهر يعني أفرغ ضوجتي يمنا، فمرات تكون انفعالاتي غلط أو تأذي أو يعني هيك شيء. زين، هو شلون نشوفش تنفعله بحالة العصبية؟ شلون يعني يجاوبك أو شلون يجاوب معك؟ إذا خصوصاً يعني إذا الموضوع يخص الكرسي أو هيك شيء، أو إنه أكون أني متضايقة أو مقهورة من هاي الأمور، لا أبد ما يعني ما يواجهني بعصبية، لا بالعكس كلش يحتويني. زين، سؤال من أخوش. إيه. ليش مخليه تبالي الكرسي؟ شيء جداً طبيعي. لا أنا ما مخليه تبالي، باع. أنا دائماً أقول الإنسان اللي يحول نقطة ضعف القوة راح الدنيا كلها تصير قوية، صح؟ أنا من عمري 5 سنوات أنا على الكرسي المتحرك، فأنا ويا 10 عمر، بالعكس أنا هذا كرسي صديقي، صديقي الصدوق اللي ما أقدر أتخلى عنه. زين. بس قلت لك يعني، قلت لك البيئة المحيطة بيك مرات تأثر عليك، عرفت؟ التعليق السلبية، التنمر من أقرب الناس، يعني أثروا على حيدر بصراحة؟ حسيت إنه ضايق معها؟ لا والله، أمانةً، يعني أنا جاية واليوم بكلش صريحة، يعني أنا أتوقع يعني حتى أهلي والمقربين من عندي راح يستغربون من كلامي اليوم. بس هذا الموضوع مأثر على حيدر؟ لا والله، بالعكس يعني. دليل أنتم حنعتكم أطفال والحمد لله. إيه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. زين. أنا حيدر اتصلت عليه، هو ذكرت إنه مربي شنو؟ بابا غاوات. بابا غاوات. ايه. فأني خاورته قلت إنه أنت عندنا لقاء وياك اليوم. ايه. نتكلم عن تربية البغبغاء أو لو الببغاء، بغبغاء هو، بغبغاء. كيفك؟ هنا فين عادي؟ لا حتى نقولها الصحيح. هي الأصح ببغاء. ايه اوكي، بس احنا بالعراق كله نسميه بغبغاء او ببغاء عادي يعني. زين. بس هو الاصح ببغاء. فهو فرح بهذا الموضوع، قال اوكي تمام راح اجي اسولف وياك. رسالتك عظيمه وشكرك كلش حلو. واعتقد ما يعني ما متطرق انا هيك موضوع قبل سابقا في برنامجي. انه تجي زوجها تقدم شكر واعتذار لزوجها، وان شاء الله ما بيك اي قصور. الله يسلمك. ما اعتقد اكو قصور، يعني ما شاء الله شابه، عندك متابعين، ناس يحبوكم، صح، واكيد زوجك يحبك، واعتقد انه حتى راح تقولي انه رسالتك الاعتذار راح تعتذري من عنده، اكيد احنا راح نتقبلها ان شاء الله، لان اكو غير يجون طلايب ومشاكل وعارك. احنا لا، احنا قررنا حلقتنا حلقه روانسيه، حلقه حلوه اريد نكون يعني شوي نطلع عن اطار الموضوع اللي تعودنا عليه دائما. اي زين، هذا الرساله. زين، اسمع شو من الرساله، ايش راح تقولي لي؟ الحيدر. اي لا، خلي مفاجاه. كيفك؟ زين، هو عصبي ولا بارد طبيعه حيدر؟ إيه؟ حسب يعني.
زين يعني مرات هيك ومرات هيك. زين لا حيدا بس من يعني شو اقول لك يتعب كلش كلش ما يصير عصبي وانما يعني يتعبها خلاص بعد طاقته راحت. عم يضوج من عصبيتك من تفعلي؟ قلت لك لا يحتويني يعني اكثر مرات يحتويني. بس هو بداخله تحسين اي بداخله ينقهر لا هاي العتب ترى طبيعي بعدين يجي عاتبني. ليش نسوها طبيعتكم بساعتين فعلا بسرعه ترى عصبية. انت وحده واثنين وثلاثه حبيبتي على كيفك مو لهالدرجه. زين تنسون ليش بسرعه فعلا؟ مو هي هاي غريزه بعد يعني على شو راسا فعلتن وراسا تعاركتن وراسا بالاخير احنا اسفات ونعتذر من احنا حبيبي وما عندنا غيرك هاي سوالف. احنا دائما مستعجلات المشاعر تتضارب عندنا دائما. فهي ليش لعد الله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء؟ يجوز لان مشاعرهم تكون اقوى. الانثى بطبيعتها ترى تكون عاطفيه اوكي؟ واي شيء يهزها ويأذيها. فش حال انه موضوع يخص حياتها الزوجيه او هي كبنيه او يعني امور هوايه. بس انت سباعيه. الحمد لله. وانت بطله. الحمد لله. وهاي خطوتك ما حد يسويها. الحمد لله. تجيني يوم البرنامج جايه من ديالك اطلع مسافه كلها. الحمد لله. ايش تتوقعي ايش راح تكون رده فعله؟ حيدر؟ والله ما ادري بس اتخيل حيضوج. تمام. حيضوج. ان شاء الله خير. ان شاء الله. خلي ناخذ فاصل. هو موجود معانا داخل القناه ننتظر لقائه نحشى على البغبغاء او ببغاء مثل ما يسمونه وان شاء الله خير. تمام. اهم شيء تكون محضره رساله اعتذار ومحضره رساله شكر لحيدر ان شاء الله ويا رب ان شاء الله تكون حياتكم حلوه وسعيده ومليء بالنجاح. إن شاء تمام يا رب. اذا مشاهدين الكرام فاصل ونواصل. إذن مشاهدين الكرام مستمرين معاكم ضمن إطار حلقتنا لهذا اليوم. اليوم معانا ضيف جميل جدا ويمتهن مهنة أيضا أعتبرها صعبة وسهلة. اليوم أكيد نمر بالاستوديو الأستاذ حيدر. حيدر حيدر السلام عليكم. حياك الله. الله بحييك. شلونك؟ بخير. شو أخبارك؟ اليوم أنت منور الاستوديو. نور ما شاء الله عليك. شنو هالكجوال؟ شنو هالترتيب اليوم؟ نعرف الناس شنو مهنتك وشنو عملك؟ يعني هي مو عمل هو هي هواية. أنا ما ترفض حتى وأيضاً لا يقولون لافظها غلط. هي يعني مربي مال بغبغاوات الطيور. هو ببغاء لو بغبغاء. لا هو ببغاء. شو الناس اختلفت على تسميتها؟ ببغاء وأكو ناس بالعراق إحنا عندنا لفظ يسموه بغبغاء عادية يعني تربيها. زين شلون تربيتهم صعبة سهلة؟ كأنه بدك تربي طفل عمره 5 سنوات. الله مطيهن عقل ما الطفل عمره 5 سنوات. تقريبا في شيء يعني هو الحد يعني حد اي عمر ونقدر نقول انه 11 12 13 سنه هو كنمو مات لحد عمره يتوقع يعني يتوقف اعمارهم كل طير حسب يعني مثلا عندك الكاسكو اكو يوصل وياك ل 35 سنه عمره مرات 10 سنوات 12 سنه حسب العنايه وحسب البيئه يعني شلون تتعامل معهم هم صعبين انا بالنسبه لي يعني احب اجيبهم صغار فوق تربيهم على ايدك اربيهم على ايدي زين بينما اكو ناس لا تاخذه كبير ومتربي جاهز تصيده جاهز يعني شنو اول شيء تعلمه؟ اول شيء تعلمه من نصيحه يجيك بعدين تبدي تعلمه لا يسولف ها يسولف هاي لازم تقعد من الصبح تقعد من الصبح يعني الفجر هي وقت العقل مالته يشتغل فول يكون يعني قاعد من النوم مرتاح زين واكو اكو بالتجويع يعلموهم يعني جوعه يطيلك يعلمه حباية تسوي فلان شغله لازم زين يبقى يعلمه هيك من يسويها يطي حباية من ما يسويها ما ينطي هم مرات يجيبوا لك من برا يعني كبار يقول لك علمهم او دربهم او سويهم اي جابوا هم مرات يجيبوا لك ببغاء لسانه طويل يغلط ويفشر تغير اي بس هذا ما يتغير هذا ما يتغير هذا طبعا ليش صحيح ليش ما يتغير؟ قالوا هذا ما يتغير يعني هو البغبغاء من على لسانه الشمره اي من تحفظه كل ما انتهى الموضوع بعد يبقى حافظها ويعرف شو وقت يحكيها همي انا مو بس هيك حتى زي. بالتوقيت يعرف شو وقت يقول لك بسرعه يزعل والله انا عندي عندي بغبغاء كاسكو ابني اركان اجى الله يحفظه خلى على القفص بالطرمه هو يطير يطير عادي ويرجع يرجع لي طبيعي يعني يطير بالمنطقه ويرجع لي ضرب القفص طياره الطيره بعد 3 ايام هو يفتر بالمنطقه يفوت من فوق البيت وابوه عليه واريد الازمه وما قدر زعلان؟ ما اجى بعد يقول لك زعل من يزعل زعل اي يزعل بعد يقفل منو اصعب التعامل مع البشر
لو مع هذا الطير. إذا تعلمت للطير أحسن يعني شكلك مو أحسن من البشر، بس التعامل وياه أسهل يكون. البشر تعامله صعب. أكون ناس مزاجين، أكون ناس. هذا تربي على يدك. هذا لا، هذا مزاج أنت كيفك. ذكرت لعدك بالنسبة أركان الله يحفظك. إيه. كم طفل عندك؟ عندي 2. الله يحفظك. الله يسلمك. شلون حياتك الزوجية؟ يعني الحمد لله. حلو؟ لا الحلو الحمد لله. يعني توالم مع زوجتك مع أطفالك حلو؟ اي كلش زين لا الحمد لله. الحمد لله. عصبي انفعالي؟ والله عصبي يعني نوعا ما، بس مو ذيك العصبية. تفكر بقلبك لو بعقلك؟ والله اغلب الاحيان بعقلي. ما احب قلبي يمي، انا مرات اعطيه فرصة بس بالعقل اوجب. متى تنفذ من موضوع معين او مشروع معين تستشير الغير لو تلقائيا تروح على اي شيء يعني انت بعقلك تسوي راسا بدون ما تستشير؟ لا بصراحه ما احب استشير واسمع العالم، بس بالاخير يبقى اللي براسي اسويه. مزاجي لو ثابت الراي تقريبا مزاجي تقريبا يعني شبه. شو علاقتك ويا الحب؟ لا الحمد لله قويه. لا قويه الحمد لله. زين حبيب حبيب لو نص حبيب؟ لا الحمد لله. زين تحب إنسان يقدم لك شكر واعتذار بحياتك اليومية؟ لو أنت تحب تعتذر من الناس وتقدم شكر؟ والله الغلطان بحقي أحب يعتذر لي طبيعي، ما غلطان لا والله أنا أعتذر له إذا أنا غلطان بحقه. تحب المفاجآت؟ والله تقريبا. تحبها؟ يعني أحد يفاجئك بهدية بعيد ميلاد أو بشيء معين؟ لا مو لدرجة هدية عيد ميلاد. لا مو لهالدرجة تعرف. أنت نورتني اليوم. من عيونك. كلش مستمتع معك. أشكرك. كل شوي. أنا من الناس خلنا نحكي على المكشوف اللي أحبكم كل شوي أحبكم. شوف أنت اليوم سولفنا عن الببغاء أو البغبغاء مثل ما يسمونه. أنت اليوم في استوديو قناة طالع الفضائية ومنورنا هواية. نوركم. أكو شخص اليوم حاب إجا البرنامجنا. انه حاب يقدم لك شكر واعتذار. اتصل عليه قال لي مرحبا يا زين. قلت له انه حسين. قال انا حاب اقدم شكر واعتذار الى حيدر. قلت له ليش انت شو مسوي؟ قال لي اني ما مسوي شيء بس حيدر افضاله هواي علي. قلت له شنو الافضل؟ قال لي يوم الايام وقف وياي بمرضي، يوم للايام وقف وياي بشدتي، يوم للأيام ما تخلى عني، اتحدى العالم كله على مودي. فإنه هذا الإنسان يستحق الشكر ويستحق إنه اعتذر من عنده. قلت له زين معقولة تحب هالدرجة؟ قال أحبه كل شوية. ولا درجة هو موجود حاليا خلف هاي الستار. تمام عينك عليه بعدنا خلنا سولف وما نكمل كلام. أنا ترى أنا ممنوع هواي سولف ما أبالي كلمة كلمتين. فقال إنه أني هذا الإنسان لو هذني أصابعي العشرة شمع أشغلهن إليه أعتبرهن قليلة بحق. فقال إنه أنا كل شيء أحبه ضحى لي هواي وقف وياي هواي كل الكلام قليل بحقه. الشخص موجود خلف هذا الستار حاليا. تمام؟ إجا اليوم إنه يريد يقدم رسالة شكر لك ويريد يعتذر من عندك. قلت له انت مسوي شيء؟ قال انا ما مسوي شيء بس احس نفسي انا مسوي شيء اتجاهه. قال لي انا هو مقدم لي هواي اشياء وحاب انه اقدم له ولو شيء بسيط من مقدمه لي. قلت له تمام قناتك واحنا اخوتك. انت حسك تفاجئت يعني صراحه. حسك تفاجئ يعني تفاجئ يعني توقعاتك ولد حيكون بنت يعني؟ والله ما اعرف. انا عندي يعني هو صحيح متفضل هواي عالم بس اللي ده تحكي عليه يعني احتمال من احتمالين يعني ما يقبل الثالث. إيه؟ واحد المرأة مستحيل تقدر تجي. زين. واخوتي لانه انا كفيت بهم فما اعرف. زين. فهو لو اخوتي لو المرأة. زين. ما متفضل. جوز غير اخوتك. جوز غير المرأة. ليش تسبق الاحداث؟ يعني ما مو لهالدرجة اللي تحكي عليها افضل العموم ما توصل. تحكيته يعني. زين ما راح نستعجل. هو حاليا موجود خلف هذا الستار. انتظر فقط انه يفتح الستار ونشوف من هذا الشخص حتى انه تتعرف عليه. تمام
لكن قبل لا نرفع الستار اريد انه طلب بسيط، تقعد مكاني وانا اقعد مكانك. ممكن؟ ماكو حتى نشوف انه خلف الستار. انا يوم حالي حالك اعرف انه خلف الستار. تمام. هذا الشخص هواي يحكي، هواي يسولف بيك، هواي يمدح بيك، هواي قال انه اني اريد اقدم له اشياء هواي، هو قد يعني انت مقدم له هواي اشياء، انت مساعده، انت واقف وياه. فصار عندنا فضول حتى نعرف انه هذا الشخص. انا وياك، تريد تعرف؟ ايوه. تريد تشوف منه؟ لكن قبل لا نغير اماكننا. يلا تعال. حتى نعرف. يا الله. رفعوا الستار. شباب. نرفع الستار. عينك علي؟ عينك علي؟ واحد. اثنين. ثلاث. طع. شلون جيتي يعني؟ مرحبا. اهلا. مرحبا. اجيت البيت، اجيت اللي نقدر نقول بيت اخوها اليوم. على راسي. زين، شنو شو التعابير تغيرت؟ ايش فيك؟ شكو؟ لا لا عادي، ماكو شيء. لا احس اكو شيء صار، سولف. لا 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 بس شلون طلعت بدون ما تقول لي يعني؟ بس هاي شويه انطيشت من يمها طبيعي يعني. يلا، انا مالي دخل بعد، تفضلي. ها حبيبي. هلا. طبعا انا عرفت انه انت حظوظ، اوكي؟ بس انا شنو حبيت اسوي لك شيء حلو اوكي وتفرح بي. شوف شكله صار يخوف من العصا. ادري راسي شلون تغير، هو عشان صار عصاي. زين. اي هيدا اهدأ اوكي على كيفك، خل نسولف. تمام. با انت هسه ادري، خلنا شوي انا احكي دقيقه ادافع عن اختي. يلا بعدين. انت ادري هسه تعصبت اللي طلعت من البيت بدون ما تقول لك، والله حقك صح لولا صحيح. عد هاي الموضوع بالبيت، بنت روح البيت عد تعارك وياها، اما حاليا هي تعارك وياها، اما هي حاليا جايه على غير موضوع. ما دسلت موضوع، هي جايه على موضوعين. يلا تفضل. اول مره تدري على جيتك بدون ما يدري. حيدر انا اسفه لان جيت بدون ما اقول لك اوكي. زيد اقدم لك شكر ولو انت كل شيء بحقك قليل، واعتذر لك اوكي. شكرا لان انت موجود في حياتي، شكرا لان انت وقفت وياي شن السندي، شكرا لان انت وقفت وياي وقت ما الناس كلها تنمرت علي، جبرت بخاطري وقت ما الناس كليتها جرحتني، شكرا لان خليتني اكون اجمل زوجة واجمل ام. انا اسفة طلعت بدون علمك وما قلت لك، حبيت يكون شيء ذكرى حلو في حياتنا نتذكره بعدين ونضحك عليه. وش قد كان شيء حلو لطيف مرينا به. يعني قصدك تضحكين على البرنامج؟ لا اضحك على ردة فعله. على فكره انا صار لنا 4 سنوات متزوجين ولا مره طلعت بدون علمه، يعني اصلا انا ما اطلع بدونه، مو بدون علمه. زين حيدر هسه قلنا الشكر، نوصل للاعتذار. تفضلي. هي جات يوم موضوع حلقه الاعتذار. تفضلي. انا اسفه، خاف بيوم من الايام الكرسي اثر على حياتي. اسفه، خاف بيوم من الايام طلبت مني شيء وانا ما سويت لك اياه. اسفه، خاف ضوشتك في اليوم، زعلتك في اليوم. اسفه، خاف في اليوم من الايام بسبب الكرسي منعت من انه انا اقوم بواجباتي كزوجه، كأم بيت، كأم الاطفال. لا ما قصرت في اليوم، بالعكس التقصير مني. كمل خد كمل، انت كلام داخلها وانت سولف على راحتك. بعش تري تفضل. لا خلي تفضل، انت شوف قلبه خطيه صار لك كم يوم تسولف. تفضل. يلا اختي. شوف ماكو انسان اوكي طيب خاطري بقدك،
أنا أعرف إنه أوكي أنا ما مقصرة وياك أو ما مقصرة ويا الأطفال وكذا، بس دائما يجيني شعور داخلي إنه أنا لو مثلا أنا ما أبي شيء أو مو على كرسي متحرك. يا حبيبتي أنت ما أبي شيء من يوم اللي أخذتك، لو أبي شيء ما أخذك. أنا كذا مرة قال لك أنا رجلك ورجلك، يعني ماكو ما أقدر على هذا الحكي، تدرين على شيء الله ما أبيه. وبنفس الوقت ترى تقصير مني أنا بيت تعبان، لأن أنا مو وضعية تعبانة من يمي مو من يمك، وأنت ما مقصرة بشيء بالعكس قبل أنت ولا في اليوم شفت منك تقصير، ولو شايف منك تقصير كان أقول لك أجي أحاجيك، وأنت ما شاء الله عليك من تغلطين بشيء وأجي أقول لك تكيفين حتى قبل تبطلين الشيء اللي غلطت فيه وبعد ما تعيدين. زين هذا اكثر شيء خليني احبك، وبنفس الوقت ترى ما يعني ما في اليوم شفتك شتي بيش نقص ولا 1% ولا بيش نقص ما اخذك يا رجال، انا كامل والله كامل يحب الكمال، الكمال لله عز وجل، ماكو واحد بينا كامل صحيح، انا هم انا هم عندي هواي نقصات بحياتي، عندي اغلاط سبحان الله يغلط، ما كنت داعي الاعتذار قبل بالعكس. تحبها؟ ايش عندي غير هاني؟ تحبها هواي ولا نص ونص؟ اهووه. بعد قال لي شو مرة يتزوج زوجة ثانية؟ ها؟ قال لي شو مرة يتزوج زوجة ثانية؟ زين. كملتي كلامك؟ لا بعد عندي. هيدا. خذ كمل. أنا يا ساكت الحق الوحيد اللي ما حسولف بيه. تفضل. خليك صريح أوكي؟ في يوم من الأيام أثر الكرسي على حياتنا، أو كان بقلبك كلام وما قلته؟ لا والله، والله العظيم من يوم تزوجت اليوم ماكو هيك حكي، ومن أختلق أنا قمت أختلق مشاكل، أختلق مشاكل وياك أحياناً، بس مو من ناحية الكرسي، أريد أطلعك غلطانة على مود أغطي على غلطي، لأن أنت ما شاء الله عليك قائمة بالجهاد اثنين هم بالبيت بوضعية البيت وكل شيء، ما مقصر بواجباتك وأنا اللي مقصر بواجباتي، يعني لا حبيبي حشاك تقصير مني، فقمت أحيانا أعصابي تفلت يعني أقوم أخربط بالحكي، بس بحياتي ما جاي بطار الكرسي حتى لجأت تعتذرين عليه بصراحة، يعني تفاجأت من كلامك. تسمى تفاجئ لي جد برامج دون علمك؟ لا 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 بس البرنامج جدتي بدون علمي ما يخالف نيتها، ما كانت سوء الحمد لله. الحمد لله. زين منو جابك؟ يا مصطفى. زين. أنا عايفة بالبيت وطالع. شوف زوجتك أشجع زوجة ممكن أشوفها في حياتي، وبعدها تبعت تعرف أخب هي زوجتك وأفضل إنسانة ممكن نشوفها بحياتنا، الزوجة اللي تقطع مسافة تتعنى إلى برنامج في سبيل إنه تقول لزوجها رسالة، خاف أني مقصرة بحقك، خاف إنه الكرسي كان عاقب علاقتنا وحبنا، فهاي تتخلى تاج على الرأس وأنت ما شاء الله عليك مهذب. لا أنا بحياتي ما مقصر وياها بالأسلوب وبالكلام طبعاً، بس تعرف كل بيت بيه مشاكل، أحياناً نتعصب أنا أجي من الشغل تعبان كذا، فشوية تصير عصبية بالموضوع، بس ما يعني ما جاي في اليوم لا ضارب لا جاي طاري الكرسي، فهسه انصدمت من ده تعتذر على الكرسي كذا، يعني خلتني أشك بنفسي إنه أنا مسمعها حكي أو هيك، ضليت أنا أفكر بيني وبين نفسي يعني صراحة. لا لا هيدا لأني شعور بداخلي أوكي، يعني صار لمدة تمام، ولين هذا الموضوع حساس بالنسبة لي، فمرات الشجاعة تتطلب، حبيت أسوي هاي الخطوة قدام ما أدري يعني آلاف الناس، نقول ملايين 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 الناس ملايين الناس على جزينا على راس ملايين تدخل، حيدر تحديت الناس كلها وأخذتها لو زواج تقليدي؟ والله صراحة سنة ونص أنا أركض وراها، يعني ما حساباتها ما حصلتهم والله العظيم سنة ونص زين ورا السنة ونص عادينا حصلت حساباتها بالقوة يعني، وتراسلنا صارت القسمة، يعني الخطوبة كانت بحضر جوال كورونا 2020.
حضرت جوال وكورونا وممنوع احد يمشي، انا ماخذ عمامي بالتواسيل ورايح. يعني تحديت عمامي طبعا، مو تحدي وانما يعني عاندت، قالوا شلون انا عاندت. اذا حبكم هو عباره عن رساله. الحمد لله صح، وتحديات العالم، لكن هي مرات نقدر نقول المراه تختلف عن الرجل من ناحيه التفكير. المراه تحس بألف حساب للموضوع، خاف وخاف 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 وخاف. فهي حتى من التلفون حكيت القصه قالت خاف مقصره وياه، خاف يفكر ياخذ ثانيه. كل شيء صاير كل شيء وارد. طب عليها ثانيه ولا هن قالوا شو يقولون؟ ايه الظلم ما بيهم امان. الله الله الله. زين اريد انا الحين ما قعدت هنا، المفروض انا مو انا قاعد هنا، بس هي اختي ان شاء الله. على راسي. قولي لي اخر رساله حتى اقوم اغير مكاني حتى واستلم القياده نيابه عني. تفضلي. حيدر حبيبي، أنا آسفة للمرة الألف. أدري راح بعدين هاي عقابها بعدين، أوكي؟ شكراً لأن أنت زوج حنون وأب حنون، الله لا يحرمنا منك وتبقى دوم ذخر وعز إنا، ولا في اليوم يشوفنا بيك موقف مو حلو. أنا أحبك وأتمنى لو الدنيا كلها تتعلم منك. قوم قوم، مين تحمل الكلام هذا؟ قوم قوم، روح 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 أمك، روح روح أمك، روح قوم. بالعكس أنا ما قصرت في اليوم شيء، وحقش علي إذا صار قصور مني. أنا أعتذر يعني، مو قدم قبل ما تحشيني. الله يحفظكم إن شاء الله. رحم الله والديك. آمين يا رب. كل الكلام قليل حقكم. رحم الله والديك. اول مره يخون التعبير ان اسولف حلقه من الحلقات. بس البغبغاوات وين يعني؟ ولا على البغبغاوات مو اللي ورا. خلاص خلص سوالف. حيدر، هي اليوم ترى رسالتها مو غايه انه تجي تقطع المسافه، غايه انه هي اكو كان شك بقلبها، وكان اكو خوف وقلق بقلبها انه جوز انت تفكر انه الكرسي لا سامح الله هو سبب في ضعف علاقتكم، او تفكر مستقبل انه خاف تتزوج ثانيه. لكن بعد ما شفنا هذا الشيء شفنا العكس. احنا بالخطوبه شفت انسان مهذب، لو هذا حتى ما مصور الحلقه فقير، هو مش فقير مو مال زواج حتى ثاني. لا احنا بالخطوبه اول ما اريد اخطبها قبل الخطوبه حتى، يعني اول رساله دزيت لها كان من مضمون الرساله انه انا رجلك ورجلك اصير. زين الدرج لا تقولي ما اقدر اصعده، انا اصعدك. السوق الشعبي اللي بيه طسات وما تقدرين تمشين بيه انا امشيك. هذا كان مضمون اول رساله دزيت الهياء انا. زين وسنه ونص الذكر ثاني من ضمنها سبع مرات انا خاطبها، سبع مرات مشي عليها على اخوها. زين بعد السنه ونص يلا صارت القسمه طبعا. زين ف هذا التعب ما كان مساهر لا نص ونص لو خجل. هو قدام الكاميرا كلش خجول. العاد يلا ابو زوجتك من ايتها يلا ابو سمر راسه يلا 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 يلا. الله يحفظكم ان شاء الله. شنو رسالتكم للعالم؟ شنو رسالتكم للناس؟ نعرفها خلال هذا البرنامج. نبدي بام اركان، شنو رسالتك للناس او للعالم وبالخاص للمتزوجين؟ شو تقولون؟ انا اتمنى اوكي انه انا وحيدر نكون سبب تغيير ولو 1% من المجتمع. اليوم احنا كمجتمع شرقي كلش ينبذ حالات زواج ذوي الإعاقة، وعلى فكرة ان كان شاب ولا كانت بنت اوكي دائما يصير حالات من التنمر، الكلام المو حلو، الكلام المزعج زيادة عن اللزوم، بينما هم لو يجون على حقيقتها الموضوع بكل بساطة. على فكرة حيدر عنده كلمة كلش حلوة، تدري شو يقول مرات حيدر كلش مندمج ويانا. احنا فئه ترى ذوي الاعاقه فئه كلش كبيره بالمجتمع. انتم اوكي انتم مو اعاقه، انتم يعني شيء طبيعي جدا، طبيعي شيء ما طوارف رب العالم ما اعتقد انا اعاقه. حيدر يقول دائما يقول انه انتم بداخلكم قوه واراده مرات تفوق حتى قوتنا وارادتنا احنا، بس انتم بنفسكم ما شايفيها، يراد بس احد يدفعكم. فحرفيا اوكي انا الانسان اللي عرفني قوتي الحقيقيه ومصدر طاقتي، لان انا بعمر بحياتي ما كنت اتخيل ولو 1% انه انا ممكن راح اكون ام واسهر على اطفال سؤال واعتذر عن هذا السؤال.
اريد انت او حد راح تدقني وتجاوبني. بدايه زواجكم والخطبه صار اعتراض من الاهل؟ من الطرفين. من طرفين. وبعد الزواج سمعت حكي، سمعت حكي يعني انه انت يعني سمعت حكي، تعرف انت الحكي المعتاد اللي اي وحده ذوي احتياجات خاصه تتزوج راح تسمع. يعني معتاد. زين شلون راح تكونين ام؟ شلون تتعامل مع هذا الموضوع؟ شلون تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي اول ما غسلتها علمتها انه كل انسان بيعاقه، انا اعاقتي حرف غاء اقول غاء. يعني معروفه هاي نص الشعب العراقي يمكن. زين كله يعني الاغلبيه. الكمال لله وحده، ماكو واحد ما عنده اعاقه او نقص بحياته. زين اللي عنده فلوس ما عنده اطفال، اللي عنده اطفال ما عنده فلوس، اللي عنده فلوس ما عنده بيت. ماكو واحد كامل. وماكو حتى جسم يبقى سليم لحد ما يموت، لازم يتعور من احنا اطفال، لازم قعدنا يلا نتعلم. نتعلمين. رسالتك للازواج شو تقول لهم؟ اللي يشوفهم كاملين لكن حياتهم غير سعيده شو يقول لهم؟ انت حالي نموذج للزوج المخلص وهي نموذج للزوجه الحبيبه نسميها. احنا هسه في مجتمعنا اغلب شيء الطلاق. ظاهرة شائعة شلون تقول. زين اجى واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال اني يعني اريد اتزوج بس ما عندي امكانيه. قال له انت متزوج؟ قال له يعني يريد يتزوج الثانيه. قال يعني فلهالسبب اني اطلع اباوع اباوع النساء يعني ما اقدر الزم عيني. قال له غض البصر يعني اشتكى من مرته انه مرته ما عاجبته. قال له غض البصر عن النساء راح تلقي مرتك ملكة جمال. صح. زين. فإذا احنا مجتمع اذا شوي غضينا البصر راح الزوجة تصير احلى شيء بعينها. ولا ما غضينا البصر. اي لا حقيقة. غضت البصر. ها؟ انا انت وين مو تعرفيني. قبل اختم الحلقة وصفي بكلمة واحدة. أو تقولي لي الكلمة واحدة تقولي لي. كلمة واحدة؟ تقولي لي بس. كلمة المعتادة. لا استحي. لا 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 اسمح قبل اختم الحلقة. يلا قولي قولي. قولي أنا اسمح. لا 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 ما اسمعك علي علي. لا والله استحي. لا والله اسمع ما اختم الحلقه اليوم. قولي لي ايش عندك؟ احبك. يلا جاوبها ايش اقولها؟ انا مو تعيش حبيبي. خلاص عاش ايدكم. شكرا لكم. العفو. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا. يا رب اشوفكم افضل واجمل ازواج بالدنيا. حلقتنا لهذا اليوم مختلفه. أني جزء ناس محتاجة إنه يصير قبة عركة وقبة عياط ويلا يلا يلا على ما نسويها، لكن اليوم ما سويت يلا يلا ودي أشولي ما سويت يلا يلا. ليش؟ أنا اليوم غاية حلقتنا هي رسالة، وأعتقد المشاهد راح يفهم شنو غاية رسالة. وأنتم جسدتوا هاي رسالة بأحلى صورة. الحمد لله. شكرا لك إن أنت زوجة حساسة وتفكرين بزوجك. خاف وخاف وطلع توقعاتك كلها كلها غلط. طلع لا يم بالكرسي ولا يم بالتقسي ولا يم عصبيتك. طلع انسان بسيط يحبش بس ليش. لا ما ذكرت عصبيتها لو ذاكرة عصبية يعني اذا عصبية بالموضوع ذاكرة انه تعتذر على العصبية. ايه ايه اعتذري لازم تعتذر. عصبية واي؟ اي والله. هو عصبية؟ ايه. تفقد عصبية. لا شو بس تروح فقيرة وحبابة مو عصبية. لا هسه بس شوفها بالامرة وشوف. او يا يا. وانت ما شاء الله رجل وسالم وفقير وتحب عائلتك. الحمد لله. يا رب ان شاء الله اشوفكم احسن ناس. امين يا رب. ومن احسن المشاهير على مواقع التواصل ان شاء الله. ونتابعكم ونفرح بكم ان شاء الله. بارك الله. شكرا لكم. مثل ما فرحتونا اليوم كحفرحونا هواي ناس بنشوفون هاي الحلقه. شكرا لك ام اركان. الله يسلمك. ام اركان. مع الف سلامه. اذا انا وين خلقتم؟ اذا المشاهدين الكرام وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذه، لو انتظرونا في حلقه اخرى والى اللقاء. أنا راضي ظلم الدنيا والأقدار بشرط ابتعد من ناس وبلاويها عشت بقلوب ما شفت غير النار وأنا هاي المحبة وين ودي هدا مالي نصيب بعالم الأحلام ما خلي الدمع يستنطن بعيني وما اسمح لعين كل هدوء تنام وانا مزعل شخص امنيتي يرضي صريح واقعي كل شي
لقت خطواتي مين نمشي ما أحب اللي جاملني ولا أكره بشار دمني إنسانيتي وإحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهما خلي خاطر منكسر يبقى بحسرته حزت نفسي لما انتعتب من اللي كسرته شاي الحب كبير بدمي وما يوم كنت شاي الحب كبير بداخل ما يوم كنت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليال أيام درب الضوء وتخلص ما حطاتي يخوش إنسان وزينات أحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا ودعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا ودعش لغان نطلع وبسلامة